السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جايب بقى نظام غذائي معمول بالذكاء الاصطناعي، ينفع لكل الأشخاص ينفع لكل الأمراض، وممتاز جدا وقوي جدا، ولو أنت جربته هتخس 20 كيلو كل أسبوع، ده على الأقل يعني، ممكن تخش 30 40 بس إحنا إيه بنقول 20 وبس. أنت هتشتري من عندي الجرام ب 100 دولار بس، أضمن لك إن هو أنت إن شاء الله تخس عليه. تمام، ده مثال على النصب المنتشر، بتبدأ يشوف حاجة الناس كلها بتحبها عليها شبه اجماع ويبدا ينسب كل حاجه ليها. تمام، طيب على سبيل المثال خلينا ناخد امثله اللي هي ايه، قدماء المصريين في سر حولهم، هو اللي هم بيسموه الفراعنه، ولا صح نسبتهم من الفراعنه لان ده ملك بوسط ملوك كتير، ولا ينفع ان احنا ننسب الفتره كلها لملك ذم في القران، فاحنا نقول قدماء المصريين. يقول لك ايه، شفت انا كتاب يقول لك ايه الاكلات والعلاج باكلات قدماء المصريين، يعني هو عامل كتاب للعلاج وعامل كتاب للغذاء. هم كانوا بياكلوا ايه؟ ما كانوش بياكلوا بيتزا، ما كانوا بياكلوا الاكل اللي موجود، كان الفوميها وعدسها وبصلها، يعني هو الاكل اللي موجود، الاكل عادي، ما كانوش ما عملوش اختراعات يعني، ما كانش في كبسولات بياخدوها، هو الاكل اللي مزروع بياكلوه، ولما بيتاجروا مع مع دولة تانية كانوا بياخدوا الاكل ده ياكلوه، ما كانش في حاجة خاصة يعني، لكن ينسب ليهم كل حاجه على اساس ايه؟ اه ده انا بقى عندي سر العباقره، وبقى عندي سر بناء الاهرامات، ويبقى عمر طويل والحاجات دي كلها يعني نصب وخلاص. او يقول لك الزئبق الاحمر، ما فيش حاجه اسمها زئبق احمر، قعدت مع حد بقى بيدعي ان هو متخصص يقول لك ده في لازم 3 جرام وثلث 4 جرام وثلث، ما فيش حاجه يعني، سالنا علماء الاثار قال لك ما فيش حاجه اسمها زئبق احمر يعني، ودورنا في الابحاث ما فيش يعني. او الطب النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما في اجماع على المسلمين ان هو افضل شخصيه عليه افضل الصلاه والسلام، مفيش حد يشك في كده. لكن انت بقى تنسب حاجات ليه، شفت كتب في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بياكل كذا وبياكل كذا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بياكل الحاجه اللي بتقدم له. تمام، الا لو لقيت حديث بيقول يا اخوانا الاكله دي كويسه خلاص، قال لك اجتنبوا الاكله دي خلاص بنجتنب الاكله دي، تجنبوا كذا وكذا خلاص، لو في حاجه مخصوص. انما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بياكل اللي هو العادي الموجود، فهو يجيب لك حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكل مثلا مقدار قد كده من اكله معينه، يقول لك هي دي ده الرسول صلى الله عليه وسلم لازم تعمل زيه، والحاجات دي كلها. الكتاب كان فيه يعني جزء بسيط صحيح، وجزء تاني بينسب ان عاده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بياكل بايديه. تمام، ما كانش فيه معالق، فنلاقي حتى الان ناس من باكستان مثلا يروح امريكا ويقعد برضه يصير ياكل بايديه، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش في معلقه، لو كان في معلقه كان كل بيها. فاهم الفكره؟ ان انت تروج لحاجه وتخليني اغير يعني، اي حد مسلم امريكي اسلم جدا اقول له لا لازم تاكل من غير معلقه، والمعلقه مش بدعه، مفيش حديث بيذم المعلقه. المهم يعني مش عايزين نطول في النقطه دي عشان يبقى الفيديو قصير. طيب في برضه انتشر فترة برضو فكرة الطاقة الريكي والشاكرات والحاجات دي كلها، ودي من الثقافة الهندوسية والبوذية. شفت انا ناس هندوس وبوذيين بيقول لك اخوانا ما تاخدوش الحاجات بتاعتنا وتنسبوها ليكو او تتعاملوا بيها من غير ما تؤمنوا بالبوذا والافكار اللي عندهم، ومفيش دليل قطعي على طاقة الريكي او الشاكرات او حد قاسها بشكل علمي اكاديمي. تمام، او ممكن يقص قدام الناس، انما قدام حد يكون عالم لا، ما ينفعش ان هو يدرس. فهو كل شويه يروح حاطط لك حاجه حلوه الناس بتحبها مع ناس باي عشان يعملها. لذلك هتلاقي ناس اللي هم بيروجوا لطاقه الريكو والشاكرات يقول لك خد بقى السلسله دي هتديك طاقه وحاجات زي كده. وبرده في الناس اللي هي بتنصب باسم الدين تقول لك ايه خد الاكله دي، طب ما الاكله دي مكونه من ايه؟ مش هو عسل نحل؟ ما انا اجيب العسل نحل مثلا ب 200 جنيه، لا تعال اشتري من عندي 500. طب ليه؟ نوع من انواع النصب. تمام، انما الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج بتاعه موجود، الاكلات اللي هو يعني بيحبها او نصح بيها او كذا خلاص بناكلها من السنه. انما ان انت تقعد تلوي الحاجات على اساس تبيع لي منتج، ده كده انت دخلت تستغل الدين في صالحك. طيب هتلاقي حاجات كتير جدا زي مثلا ايه، يقول لك ايه سمارت، الجهاز ده سمارت. ايوه سمارت يعني ايه؟ يعني لما بقول سمارت هوم ايه الحاجه اللي موجوده فيها اقول ان ده سمارت هوم او مش سمارت هوم، او سمارت فون او مش سمارت فون؟ ممكن يجيب لي تليفون بيدي رنات يقول لي ده سمارت. برضو الذكاء الاصطناعي دلوقتي اي حاجه عايزه تتباع يقول لك ايه ذكاء اصطناعي، ما انا ممكن اقول لك ريجيم بالذكاء الاصطناعي. تمام، هعمل لك دلوقتي ريجيم بالذكاء الاصطناعي مفيش مشكله، لكن
الفكره كلها ان هو ما يسوقش لي وما يضحكش علينا ويقول لنا ب 1000 جنيه ومش 1000 جنيه والحاجات دي كلها، لان مفيش حاجه اسمها علاج لكل الناس. يعني اول ما تسمع كده علاج لكل الناس، ايه هو العلاج لكل الناس؟ مفيش حاجه، انا عندي مرض غيري ممكن اللي ينفعني انا يضر غيري، تمام؟ طيب فاحذر من ان الواحد يسوق لك حاجه، لان بشوف الكلام ده كتير، ويحط لها هاله قدسيه معينه بحيث ان انت ما تقدرش تنتقدها وما تقدرش تتناقش فيها الحاجات دي كلها. فقبل ما تقول بالذكاء الصناعي، ممكن واحد يجيب لي برنامج، البرنامج ده بيعمل صوت مثلا، يقول لي ده بالذكاء الصناعي. ما هو الذكاء الصناعي لازم ابقى عارف ان هو بيعمل ايه عشان اقول اه ده ذكاء صناعي ولا بالذكاء الصناعي. تمام، وضحت؟ لان ممكن تلاقي حد مثلا بيقول لك الكتاب ده هيعلمني ذكاء صناعي، واخش الاقيه بيعلمني الويندوز والوورد والاكسل، وبشوف الحاجات دي كتير. ف يعني حاول ان انت قبل ما اول ما يقول لك لقب ما تنبهرش بيه، لا ابدا فكر هل فعلا اللقب ده ينطبق عليه ولا لا. طيب عشان الفيديو ما يبقاش كداب، خلينا نعمل لك اللي احنا بنقول عليه رجيم بالذكاء الصناعي. يعني ايه رجيم بالذكاء الصناعي؟ يعني اروح للذكاء الصناعي واقول له انا عايز منك نصيحه لنظام غذائي معين والتزم بيه، تمام؟ اللي ينفعني انا مش هينفع لغيري. انا ممكن اقول له انا عندي 15 سنه غير لما اكون عندي 30، غير لما اكون عندي 40، غير لما اكون عندي السكر، عندي الضغط، عندي كذا وهكذا. فاقول له ايه؟ اريد نظام غذائي ليه. طيب قبل كده اكتب له تكلم كأنك متخصص في التغذية، اريد نظام غذائي ليه. انا شاب عندي 40 سنة وعندي مثلا مرض كذا وكذا وكذا وكذا، ويقول له مثلا مثلا انا مش انا باكل لحوم عادي، بس تخيل ان انت مثلا مش عايز تاكل لحوم، ولا احب اللحوم مثلا، عشان بس ايه اوريك ان هو متخصص يقدر تخصص النظام الغذائي غير اللي بيناسب، تمام؟ هيقول لك الفاكهه تاكل كذا وكذا 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 في الفطار وفي الغداء وبتاع. ممكن تقول له انا عايز حاجه تكون تكلفتها، اريد نظام غذائي تكلفته قليله، اريد نظام غذائي غير مكلف. خلي بالك انه اللي فات برضو معايا ما اتلغاش، بدا يحاول يوفر لك شويه، تمام؟ سلطه فول، رز، وهكذا. فهمنا الفكره؟ تمام. فاحذر ان يبقى في اسم يبهرك فتنسى المضمون. يعني الاسم مش هو الاصل، الاصل هو المضمون. تاني حاجه ان الذكاء الصناعي ممكن تتكلم مع دايركت، مش محتاج واسطه، مش محتاج حد يبقى بينك وبينه. لا، انت ممكن تساله على طول وتاخد الاجابه وتطلعها وتبدا تطبق اللي انت عايزه. تمام، رب التوفيق ان شاء الله.